وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سوف تدعم بوزارة منتدبة الذي سوف تكون اليوم مراسيم تنصيب الأستاذ فؤاد شحات على رأس هذه الوزارة المنتدبة التي لها مسؤولية تنمية المناطق الصحراوية والجبلية، وهذا مما لها من أهمية هذه الأقاليم الأساسية في إطار التنمية الريفية وفي إطار خلق الثروة وخلق مناصب الشغل وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد وتنويع الاقتصاد بطريقة فعالة وناجعة، وهذا هو المنتظر في هذا القطاع. سوف نعمل جاهدين لترقية التنسيق وتفعيل جميع قدراتنا البشرية، قدراتنا الإبداعية، وتجنيد جميع المهنيين وتنسيق المهنيين لأجل ازدهار الفلاحة، لأجل ازدهار مناطق الريف وتنمية الأقاليم، ولأجل المشاركة في ترقية الصادرات وتنويع الاقتصاد وشغل أكثر واستقطاب الشباب، شباب حاملين للمهارات، شباب حاملين للتكوين، شباب حاملين الإبداعات والذكاء. سوف نستغل على تفعيل وإعطاء جميع الفرص خاصة لإطارات الشابة. سوف نعطي أكثر فرصة للشباب لممارسة المسؤولية والشباب لحاملين كفاءات عليا، هذا لخدمة للفلاحة وخدمة لتطوير البلاد وازدهار البلاد. وبهذه المناسبة أنا أهنئ الزميل الأستاذ فؤاد شحات على هذه المسؤولية وعلى هذا التكليف وعلى هذه يعني الثقة الذي منحها إياه السيد رئيس الجمهورية، وسوف يجد في شخصنا وبجميع الإطارات كل الدعم وكل المساعدة لأجل إنجاح مهامه، وإنجاح مهامه هو إنجاح للقطاع. وأنا جد واثق بالقدرات العلمية والتجربة والحنكة التي يتميز بها، سوف تكون إضافة للقطاع وإضافة للبلد. وشكرا. كلمة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا أولا يعني ما مسرور بالمهمة اللي أعطاها لي السيد رئيس الجمهورية، وأظن أن قبل ما تكون نذهب إذن الآن مشاهدينا إلى وزارة التربية، أين تكليفه من طرف السيد رئيس الجمهورية بمهمة الوزير الأول، وأهنئ كذلك كل الطاقم الحكومي وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والفلاح، فالمهمة صعبة.